يتوغل هؤلاء الزائرون وسط هذه المسالك للاستمتاع بخضرة المكان والهواء النقي، وكذلك الظفر بدلو ماء من هذا المنبع المعروف جدا هنا بين بلديتي عين الزانة وولاد إدريس بولاية سوق أهراس. من جد للجد معروفة، لقوا فيها ناس دواء يشربوها، الكلات تاعهم ترتاح، ومنطقة سياحية وفي الصيف ما تلقاش الدالة بعد عمر الماء ما تلقاش، لازم تدير لاشيان. عين هذه يرمي في عين الزانة في سوق هراس، يقولها عين بن داود، وهذه يعني من قبل خلاص من كنت صغير ونسمع به باللي راهي ملاحة الكلاوي اللي عنده حجرات اللي عنده الاخر اللي قناة صغيرة اللي يقول الكلاوي تاعو منفوخة كلش، وجربناه والحمد لله. منبع عين بن داود ولعقود من الزمن عرف بمياهه المعالجة لعديد الأمراض حسب الساكن هنا وكثير مما يقصد المكان للحصول عليها. فيها فايدة كبيرة الكلاوي، المهم مليحة الكلاوي وكل شيء. نجو هنا نشوف الطبيعة تاع رب العالمين، ندو شوية ما نعقبوا شوية وقت. راني جيت من بلادي تزيرزر وراني سمعت بالعين هذه راهي في عين زانة اسمها عين بن داود، راهي مليحة للكلاوي إن شاء الله. ماهوش إنسان عنده كلاويه ميتين ولا حيين بصح مرضى، بقدرة الله كون يشرب من العين هذه بربي راهو يجيب رب العالمين يجيب الشفاء. جماعه بوحجار، جماعه درعان، جماعه بن مهيدي، ولايه الطارف يعني بصفه عامه، يعني يكون تصيبوا يعني يجيبوا بيدون هنا واعطوا لحبابكم وجيرانكم، ممكن الشفاء يجيبوا ربي، يعني هو يجيبوا ربي بس على يديكم. القدوم هنا فرصة الكثيرين ليس فقط للحصول على مياه منبع عين بن داود، ولكن للاستمتاع بوقت رائع في مكان هادئ بنسيم عليل.